إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أعراض الزهايمر المبكر. عندما تبدأ الأعراض قبل عمر 65 سنة، أن مرض الزهايمر المبكر هو عبارة عن شكل آخر من مرض الزهايمر أو الخوف الذي يصيب الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن سن 65 سنة. مرض الزهايمر المبكر يعتبر حالة نادرة الحدوث، حيث يشكل حالات هذا المرض فقط 5% تقريبا من مجموع حالات مرض الزهايمر، كما أن حوالي نصف حالات مرض الزهايمر المبكر تكون ضمن ما يسمى بمرض الزهايمر العائلي، حيث يكون هناك يعني استعداد وراثي أو أسباب وراثية تؤدي إلى حدوث المرض. أما بالنسبة للحالات الأخرى من مرض الزهايمر المبكر، فإنها تتشارك في الكثير من الصفات مع الحالة المتأخرة من مرض الزهايمر، ولا يعرف يعني الكثير عن كيفية تطور هذه الحالات حتى الآن. يمكن أن تظهر الأعراض الزهايمر المبكر الغير عائلي أو الغير وراثي في مرحلات الثلاثينيات، يعني الثلاثينيات ممكن أن يظهر هذا المرض، أو أيضا ممكن يظهر في مرحلات الأربعينات من العمر، إلا أن ذلك أمر يعني نادر للغاية جدا، في حين أن غالبية المصابين يكون في تقريبا عندما تصيب الأعراض يعني تصيب أعراض الزهايمر المبكر يعني تكون يعني في حالة يعني تحس انها نشيط ولا في اي تغير في الحياة. ايضا ممكن ان يصيب في عمر الخمسينات او اوائل الستينات من العمر الانسان، يعني في منتصف العمر، يعني فان احتمال التشخيص الخاطئ للحالة يكون يعني عاليا، كما ان ذلك يكون له تأثير كبير على العمل والدخل والعائلة بشكل عام. أيضا من الضروري استشارة الطبيب قبل إجراء أي أكل أي علاجات معينة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، ونشوفكم إن شاء الله في درس قادم.